السلام عليكم ومرحبا بكم كامل. اليوم بالك نخرج شوية على الموضوع ديالنا ولا على السياق تاع المواضيع ديالنا. المهم نبقاو شوية في التاريخ ثاني، ما كاش مشكل، ونتكلموا على هذا الفيديو اللي دار السيد، وكيفاه تشكل، كيفاه تشكل الشعب ولا الأمة الجزائرية ولا الأمة الشمال إفريقية. يعني وصلنا لواحد الوقت مازال ما لقيناش على روحتنا مع الجماعات الفينيقيين، درك خرجونا جماعات الكنعانيين. يعني هنا نحاولوا نردوا بمنطق علمي. يعني هنا يا ما رانيش ننفي وجود الفينيقيين ولا البونيقيين ولا الوندال ولا آخر. المهم يعني وصلنا واحد الوقت خرجوا علينا واحد الجماعة ليجعلوا الأمة الجزائرية تشك في روحها وفي تاريخها، وهذه كما يقولوا هذه عفسة بدأت من بكري، بدأت من وقت نابليون الثالث. المهم باش ما نخرجوش على سياق الحوار ديالنا، نبداو بالسرد تاع هذا السيد للجزائر ولا الشمال الافريقي الكنعاني. السيد هذا راح جاب لنا قصه من قصه تاع اليهود، يعني تاع بكري كتبوها اليهود. يعني هذه القصة أول خطرة نسمع بها، وجاب لنا البراهين ديالو من بعض الكتاب المعاصرين اللي كتبوا بالحرف اللاتيني هكذا، باه يوري لك بلي المصادر راهي قديمة. بصح إلا حوست على الأسماء تاع الكتب والكتاب تلقاهم كلها، يعني معظمهم كان رهبان وكعاشوا في القرن بين 1600 و 1700، بغض النظر على الكتاب تاع هيرودوت اللي سماه، والكتاب ثاني تاع سانت أوغوستين. المهم في هذا القصة تاع موسى كيفاه اليهود انفاو الكنعانيين بين قوسين، وهذا الكنعانيين ما لقاوش وين يروحوا وجاوا لشمال افريقيا ومروا على مصر، ومن مصر يعني ما شافوهم، يعني قوم كامل شعب كامل راح عقب على مصر وما سمعوش به، ما كتبوا عليه ما والو. واللي يتبع في الحضارة المصرية، المصريين كانوا ذكروا هجرات الكنعانيين واحد الوقت البلاد المصرية، والحاجة الأخرى ثاني بالك هنا أمر تاريخي. يعني هما في هذاك الوقت، في وقت موسى، الأرض كانت تسمى بالأرض كنعان. بصح الكنعانيين كيما بحال قوم ولا راسا ما كانوش، كانوا اختفوا من الخارطة هذاك الوقت. يعني نتكلم على وقت موسى، وهذا ثاني في المؤرخون اللي يقول لك باللي الاسم الكنعاني اختفى من التاريخ بعد ظهور اسم إسرائيل. وإسرائيل ظهرت في واحد الوقت اللي ظهرت بزاف من الشعوب في أرض كنعان، منهم اليهود والفينيقيين وبالك الأكراد وبالك حتى الأتراك تاع تحت. المهم كما قلنا هذه قصة ما تزيد ما تنقص، يعني قصة اللي تامن بها كما تامن بالدين وبالملائكة وبالحواج الأخرين. المهم يعني كما قلت لكم هذه قصة كتبها رواها رهبان، ويحكي لك ثاني على سانت أوغوستان الجزائري اللي بزاف من الناس يسموا هذا العفسة، هذه بزاف
من الباديسيين ولا من الفينيقيين يسموا هذا الحاجة هذه، وهي نهار سانت أوغوستين. سانت أوغوستين سقسال هذيك المرأة وقالت له بليك فينيقية ولا بونيقية، حتى واحد ما منفع الوجود البونيقي في الجزائر. بصح سانت أوغوستين هذا وهو واش كان، كان بونيقي ولا كان حاجة واحدة أخرى؟ وما تنساوش بليك عنابة ثاني كانت عاصمة للوندال، والمندال معروفين بالقتل والتخريب. ونولو الحكاية كما اسمه هو بليك القديس أغسطس كان قبل البيزنطيين وقبل الوندال. يعني هذا السيد ما نعرفش منين جاب هذا القراءة ديالو ولا البحث ديالو، يعني بحث يديروا واحد لي ما نعرف. تخيلوا سانت أوغوستين زاد في 354 ميلادي، والبيزنطيين بدات في الدولة البيزنطية كانت موجودة في سنة 330 ميلادي. يعني هذا السيد ما نعرف انا وين قرا وين قرا وين قرا وين قرا التاريخ. ونولي لهذا الحكاية اللي تاع موسى لسيد ولا كان مؤرخ ولا كان كاتب. هو كان في يعني هذا كاتب مؤرخ عنده كتب في التاريخ، اللي كان مشى مع كما سمى السيد هذا الأخ دومير. قال لك بليك هذا السيد راح وشاف هذيك الكتابة، هو في هذيك الأعمدة اللي كانت ثم في المكتوبة باللغة الكنعانية، مكتوبة باللغة الكنعانية. المهم أنا عرفش وش من الأحرف كانت اللغة الكنعانية وكيف هذا السيد تمكن به يقراها. وتخيلوا هذا السيد كان عايش في سنة 585 ميلادي. يعني تخيلوا الكنعانيين هذو نقارضوا من الخريطة، بالصح سيد هذا تمكن به يقرأ هذيك الكتابة وهذيك الجملة. يعني هذا نسقسوا عليه الدكتور دومير، بلاك يجاوب الجزائريين، وثاني بلاك يقول لنا وين راهم هذا الأعمدة، بلاك نشوفوهم ثاني ما كاش مشكل. والحاجة الأخرى كما قلنا تاع كيف اليهود طردوا الكنعانيين، واليهود اللي يقرأ التاريخ ديالهم كلهم الحرب اللي كلهم ربما كانت مع الفلسطينيين، والفلسطينيين هذو ماشي هما الفلسطينيين تاع اليوم. الفلسطينيين تاع هذوك الوقت هما كانوا شعوب البحر، كانوا شعوب البحر. وفي هذاك الوقت كان ثاني الشعب الفينيقي كان يكزيستي، وكانت بعض الشعوب الاخرى. يعني الفينيقيين هذاك الوقت ما كما قلت لكم الكنعانيين كانوا انقرضوا بالمئات السنين. المهم ونولوا للقبيله العزازقه هذو تاع تيزي وزو اللي ساكنين في قلب جرجر. وعلى حسب علمي ولا واش قريت المؤرخون القدم ما ذكروش هذا القبيله تاع عزازقه، كانوا ذكروا واقي القبيلة أثجناد وقبيلة فراوسة ثاني وبعض القبائل اللي ما زالها حتى لليوم. كان الرومان كانوا ذكروها في الكتب ديالهم، وما نعرف أنا العزازقة هذو ناس عزازقة الكنعانيين كيفاه راحين يتلقوا هذا الخبر تاع الأخ.
اللي يقرأ ثاني التاريخ، اللي يقرأ في التاريخ المصري يصيب بليك أول خطرة اللي كتبوا عليها على سكان شمال إفريقيا سماهم باسم المشاوش، يعني هذو المصريين ما كانوا مهابل ولا كيف، على ما سماهمش الكنعانيين خطش هما كانوا يعرفوا بليك كانت هناك أرض كنعان. المشكلة اللي رانا فيها ذلك وقتش هاجروا هذا الكنعانيين، بلكنا على الهجرة الفينيقية بلك نفتهموا بليك الفينيقيين كانوا وصلوا لهنا لشمال إفريقيا، يعني والتاريخ معروف واقيلا 1200 قبل الميلاد، ويعني في نهاية العصر تاع البرونز وبداية العصر تاع الحديد. المهم اللي يحب يشوف الفيديو هذا ديالو، يعني بحث كيما هذا دار فيها 4 دقائق، يعني السيد كشف على واحد من مكونات الشعب الجزائري وجبنا البحث ديالو في 4 دقائق. هذا لازم يطلب شهادة، لازم يدخل على شهادة دكتوراه ولا ماجستير في هذا الموضوع. المهم وباش يختم لك سيد هذا بليك تزيرية هم خالط، يعني قال لك جاو الأوروبيين، جاو العرب من اليمن، وجاو الوندال، وما نعرف ما نعرف شكون ما جاش، وتخلطوا هنايا وخرجوا اخترعوا اللغة البربرية واخترعوا سماو روحتهم بالباربر. وحسب تاريخ العرب يعني هو يقول بليك هذا الخاوة كامل ألفوا أمة الباربر. كما قلنا عن نهار العرب وصلوا لهنا قال لك القاو الباربر، القاو الوندال، والقاو الرومان ثاني، يعني واش القاو كانوا كتبوا عليهم. بصح هذا السيد قال لك الجماعة هذو تلاقوا عندنا في الجزائر ولا في شمال إفريقيا وافتهموا به يديروا لغة واحدة أخرى وشعب واحد آخر، يعني المنطق أروح أنت وضرب المنطق في حيط عنايا، يعني كما ما فهمتش أنا، يعني الشعب الجزائري جاء كما يقولوا جاء من العدم، يعني الأمة الجزائرية جت من العدم، ويعني هذوك الناس اللي كانوا يعيشوا هنا في العصر الحجري وكانوا داروا حضارة اللي بدأت، يعني هي حضارة العصر الحجري نسيت كيفاه كانوا يطلقوا عليها الاسم، كان الموضع الأول ديالها واقيل كان هنا في الجزائر، والفرنسيس والعلماء البرانيين كانوا اهتموا بهذا الحاجة. بالصحة الجزائريين ما هذا الحاجة ما كانتش تخصهم، يعني هذيك الشعوب كلها اللي جات من هذاك الوقت انقرضت وجات واحد الجماعة هنا نتلاقاو هنايا وداروا الشعب الجزائري. وباه نختصروا اللي يحب يحوس على الحقائق، كانوا داروا بحث في الواشنطن بوست في 27 جويليا 2017 فوق الواشنطن بوست، وهذا كتبوا تايلر سميث، هذا واحد عالم في علم الجينات، وكانوا صابوا زوج هياكل، 5 هياكل عظمية في عسقلان في الأرض المحتلة ولا في إسرائيل. وهما كانوا هذا الهياكل العظمية يعني أرخوها 4000 سنة قبل الميلاد و 3000 سنة قبل الميلاد، وداروا عليها دراسة الحمض النووي، وصابوا بالليك الحمض النووي تاع هذا الناس توجد بعض البقايا ديالو في شعوب سوريا
وشعوب الأردن وبعض مدن البحر يعني الأبيض المتوسط، يعني الجينات ديالهم كما يقولوا أرقام متفاوتة. بصح كي وصلوا للشعب اللبناني صابوا بلي 90% من الحمض النووي ديالهم كان مطابق للحمض النووي تاع هذوك الهياكل العظمية. وهنايا ما سماو لا الجزائر، ما سماو لا المغرب، ما سماو لا ليبيا، ما سماو ولا تونس. المهم بهذا البحث يعني الى جزمنا بلي هذيك الهياكل العظميه هي هياكل تاع الكنعانيين. المهم هنا اللي حب يامن بالعلم وبالكتب التاريخيه والمؤرخون تاع الصح يقلب ويصيب، اللي يحب يامن بالخرافه وبالاساطير ثاني ما كاش مشكل، ربي سهل عليه يبقى نايم في جهله. المهم كما قلنا الفيديو ديالنا ماشي باش نضربوا في اي قوم ولا في اي جهه، رانا كامل جزيريه، ما عندي حتى مشكل مع حتى واحد، نحمد ربي. من هنا نتمنى تستنفعوا، ولي يحوص الصح يقلب عليه، ماشي من يقوم يجي يهضر لك ويلفق هكذا برك. يعني ما رانيش نتهم السيد بالتلفيق، هو السيد نقل واش قرا، بصح في المقام ديالو كدكتور ما نحسب يعني هذا الاخطاء وهذا العفايس ماشي من مقامات الدكاترة، بصح الله غالب. هذه هي الدكتورة في الجزائر مع الأسف، يعني هناك دكاترة نحلهم القبعة كما يقولوا، وهناك دكاترة نقولوا عليهم دكاترة. يعطيكم الصحة اللي وصلتوا معنا حتى لهنا، ونتمنى عجبتكم الحلقة، ونتلاقوا في حلقة واحدة أخرى.